مبروك عليك اول شحنه ليك في السوق. من بكره هتبقى تاجر كبير وليك كلمه في السوق مسموعه وكله بالحلال. بس قول لي بقى هتنقل البضاعه من مين امتى؟ البضاعه خلاص اتحركت من المينا وفي طريقها دلوقتي للمخازن. طب ما قلتليش ليه كنت نقلتها بعربياتي؟ لا 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 عنك انت، انت بالذات لا. انا بالذات لا ليه؟ عشان خاطر اكيد ابويا مراقب عربياتك، فكده البضاعه كلها تبقى في خطر. لا دماغك شغاله بصحيح. بس قول لي بقى انا في حاجه مش فاهمها. انت ليه نقلت البضاعه بالتوكيل اللي ابوك اداهولك وما نقلتهاش على اسمك انت؟ انت بقى عرفت منين؟ عيب عليك، انا رجلت كتير في المين. عشان دي بضاعه غير صالحه للاستخدام، ولا انت فاكر ان انا مش عارف؟ صح، علشان كده بقى دخلتها باسم ابوك وما دخلتهاش باسمك انت، علشان لو حصل حاجه ابوك هو المسؤول عنها. بالظبط. ايه العيله دي؟ اعوذ بالله يا اخي، ده انتوا شياطين. خليك في حالك. المهم اي حد من التجار هيبقى محتاج اي حاجه من البضاعه تبلغني بيها طلبيه طلبيه، وانا هبعت لهم العربيات لغايه عندهم. ماشي، لازم اتحرك دلوقتي قبل ما حد يشوفنا. يلا تشاو تشاو يا اخويا. ايه العيله دي؟ الراجل هياكل ابنه والواد عايز يودي ابوه في داهيه. لما انتوا بتعملوا ببعض كده امال هتعملوا فيا انا ايه؟ اعوذ بالله، ده انا لازم اخد احتياطي منكم على الاخر. ناس تقرف.